السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد لي مساكم صبايا. اليوم رح نتعلم تسريحة شعر كتير حلوة وسهلة للأفراح. رح نتعلم هالتسريحة خطوة بخطوة، بس قبل ما نبلش الفيديو صبايا لا تنسوا تضغطوا إعجاب على الفيديو وتفعلوا زر الاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل جديد. وهلأ صبايا، أول شي رح نعمله بعد ما فرقنا الشعر من المنتصف، رح نحدد 5 أصابع من شعر المقدمة ومنفصل شعر الغرة مع شعر السوالف بشكل عرضي. بعدها رح نحدد فوق الأذن بإصبعتين ومنفصل شعر قمة الرأس عن باقي الشعر من الخلف بشكل عرضي. هلا صبايا رح ننتقل للشعر من الخلف. رح نقسم الشعر من الخلف لقسمين بشكل عرضي، ورح نبتدي بالقسم اللي بأسفل الرأس. رح نقسم القسم الأول لخصل عريضة. رح ننفش الخصل بشكل منيح من عند الجذور ونلفها بالفير. ونقطة مهمة صبايا، لازم نمشط خصل الشعر بشكل مليح قبل ما نلفها على الفير، ونحن عم نلفها على الفير لازم نفردها بأصابعنا حتى ما تتطبق خصل الشعر فوق بعضها، وبس توصل الخصلة للحرارة المطلوبة رح نسحبها من الفير ونثبتها بكلبسات الشعر، نحافظ على لفة الشعر أكبر وقت ممكن. هلا صبايا، بعد ما انتهينا من القسم اللي بأسفل الرأس رح نبتدي نقسم خصل الشعر لخصل متوسط الحجم، ونرجع منعيد نفس الطريقة على القسم الثاني من الشعر. هلا صبايا رح ننتقل لشعر قمة الرأس. رح نبتدي نسحب خصلة عرضية من شعر قمة الرأس، رح نترك الخصلة الأولى وبنبتدي نسحب خصلة من اليمين وخصلة من اليسار من شعر قمة الرأس، بننفشها بشكل منيح من عند الجذور، وبنرجع بنعيد هالعملية لننتهي من كامل شعر قمة الرأس على الخصلة الأولى.
وهلا الصبايا بعد ما انتهينا من تنفيش كامل شعر قمة الرأس رح نسحب كامل الشعر باتجاه الرأس من الخلف، رح نبخس بريز زيتي منمشط وش الشعر بشكل منيح، بعدها بنسحب كامل الشعر ومنثبته بكلبسات منتصف الرأس من الخلف. وهلا صبايا رح نرجع نسحب اطراف شعر قمة الرأس ورح نسحبها بالفير. وهلا صبايا رح ننتقل لشعر المقدمة، رح نحدد عن منتصف الحاجب ومنفصل شعر الغرة عن شعر السوالف بشكل طولي، بعدها رح نسحب كامل شعر الغرة باتجاه جانب الرأس، رح نبخس بريز زيتي، منمشط وش الشعر بشكل منيح ومنثبت شعر الغرة بمنتصف الرأس من الخلف. وهلا رح ننتقل لشعر السالف، رح ننزل شي بسيط من شعر السالف على الوش، بعدها رح نبخس بريز زيتي، منمشط شعر السالف بشكل منيح، مننسله بشكل بسيط من عند الاذن، ومنسحب كامل شعر السالف ومنثبته بمنتصف الرأس من الخلف، ومنرجع منعيد نفس العملية على القسم الثاني من شعر السالف. هلأ رح ننتقل لأطراف شعر قمة الرأس، رح نسحب كامل كلبسات الشعر ومنقسم كل قسلة لخسل متوسط الحجم. وهلا صبايا رح نسحب كامل اطراف شعر المقدمه باتجاه مقدمه الراس، رح نحدد بعد 5 اصابع من نقطه التثبيت اللي بالمنتصف ومنثبت شعر المقدمه بمنتصف شعر قمه الراس، بعدها منجيب بف صغيره مستطيلة الحجم ومنثبتها باسفل شعر المقدمه. وهلا صبايا رح نسحب كامل شعر المقدمه باتجاه الراس من الامام، ورح نبتدي نسحب اطراف شعر قمه الراس ورح نثبتهم على اطراف البفه. وهلا صبايا رح نسحب كامل اطراف شعر المقدمه باتجاه الراس من الخلف، ورح نسحب اطراف الشعر بالفير.
هلا صبلانات الشعر مندخل في كثافة لحنس الخصل الشعر بشكل بسيط ومنعيد هالعملية على كامل الشعر من الخلف. وهيك كانت النتيجة النهائية صبايا، بتمنى تنال إعجابكم وبتمنى تحطوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. إذا عجبكم الفيديو صبايا لا تنسوا تضغطوا إعجاب على الفيديو وتفعلوا زر الاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل جديد. بحبكم كتير ولا تنسوني من دعائكم.